جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم من اشترى أضحيته بوقت وربطها في بيته ثم قبل الذبح بيومين التف على رقبتها الحبل فماتت، هل تجزي أم عليه أن يضحي بواحدة بدلا عنها؟ أفيدونا جزاكم الله. هذه التي التف الحبل على رقبتها وماتت هذه تعتبر ميتة، لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها، لكن إن كانت هذه الأضحية واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني يكون نذرها تكون أضحية منذورة مثلا، أو كانت وصية لميت، فإنه يلزمه أن يذبح بدلها، يلزمه أن يذبح بدلها. أما إذا كانت تبرعا منه وماتت فإنه لا يلزمه أن يذبح بدلها، إن شاء ذبح بدلها وإن شاء لم يذبح، لأنها لم تجب في ذمته، وإنما هي شيء تبرع به.